فهذول هما الفنتين اللي ودنا نتعرف عليهم، اللي هما الكيلو باسكال والميجا باسكال. طيب لو أنا بحاول أثبت وهذه الوحدات نشوفها وايد، النيوتن على المليمتر تربيع، هذه بتساوي يعني إذا عندنا واحد هذه نفسها تساوي 1 ميجا باسكال. سؤال شلون؟ نكتب الإثبات مالها على السريع. أنا عندي 1 نيوتن على ملي متر تربيع. أنا أبي أحولها إلى في النهاية أبي ميجا باسكال. أول شيء خل أحاول أتخلص من الملي متر تربيع وأحولها إلى متر تربيع. شلون؟ أضرب الكمية هذه في، أنا بتخلص من المليمتر اللي تحت، معناته لازم أعوم المليمتر فوق، وأنا عندي علاقة بين المليمتر والمتر، إن 1 متر يساوي 1000 مليمتر، وأربط البسط والمقام علشان أقدر آخذ هذه وأختصرها مع هذه، يبقى عندي 1 ضرب 1000، 1000، وهني في 1، من ما نكتبها من 1 ضرب 1، 1 نيوتن على متر تربيع، بس نسينا نحط إن هذه مربعة، فتساوي 1.6 أصفار التربيع هذا، لأن أنا ربعت القوس كامل وهذول مضروبين في بعض، أي شيئين مضروبين في بعض لما تربع القوس تربع المجموعتين أو الكميتين اللي أنت ضربتهم في بعض، فراح يطلع لك الناتج نيوتن على متر تربيع، هذه نفسها 10 to the 6 نيوتن على متر تربيع. زين، أنا في اللي طافت قلت إن نيوتن على متر تربيع هي الباسكال، فنرجع ونقول إن هذه باسكال وهذه 10.6. ولو تتذكرون مثلا، مو بهذه، في اللي قبلها، ان 10.6 هذه كان كنا نحط حرف الان للرمز او لتعريف الميجا، فمعناته هذه ميجا والباسكال تنزل. انا كذي فعلا اثبت ان 1 نيوتن على الملي متر تربيع وهو نفسه 1 ميجا باسكال. طيب بس ملاحظة أخيرة نسردهم، أنا عندي باسكال وعندي كيلو باسكال وعندي ميجا باسكال وعندي الجديدة هذه كيلو باسكال، وهذولا 1 باسكال، هذه 10 to the 3 باسكال، 10 to the 6 باسكال، 10 to the 9 باسكال. هذه هي الوحدات، هذه وحدة الاسترس.
مثل ما عملنا الاسترس ممكن نعمل أي كمية ثانية تفيدنا في دراستنا، بس قدرنا في العرض البسيط اللي طاف الراجعة على السريع عرفنا الوحدات الدولية وقلنا إن هي التعامل مع اللينث والماس والتايم الطول والكتلة والوقت، وهذه هي الوحدات مالتها متر كيلوغرام والسكندز، وقدرنا نجيب ونعرف الاريا ان هي بالمتر المربع، وقدرنا نعرف السرعة او الفلاسيتي اللي هي بالمتر على السكند، وقدرنا نعرف عجلة التسارع اللي هي بالمتر على سكند تربيع. بعدين شفنا الفورس بي وعرفنا او قدرنا نوصل الى تعريف نيوتن، وعرفنا ان نيوتن هو كيلو جرام في متر على سكند تربيع، وعرفنا الكيلو اللي هو 3 أصفار او 1000 ضرب نيوتن كيلو نيوتن، والميجا اللي هو 6 أصفار ضرب نيوتن، واستخدمناها عشان نعرف الاسترس اللي هي سيجما تساوي البي على الاي او القوة على الاريا. وبعدين عرفنا الباسكال وشلون ان الباسكال ممكن معاملته معاملة نيوتن من ناحية الكيلو والميجا، بحيث انه في شيء اسمه كيلو نيوتن، وفي شيء عندنا كيلو باسكال، وفي عندنا ميجا نيوتن وميجا باسكال. واثبتنا ان الواحد ملي او عفوا الواحد نيوتن على المليمتر تربيع يساوي الواحد ميجا باسكال. بعدين لخصناهم بالنسبة حق الاسترس باسكال والكيلو باسكال والميجا باسكال، وعفوا هذه الجيجا باسكال.